هول الرولز اللي كان عندي اياهم انا rules of assigning oxidation number. اول رول اخذناها اخذنا الثاني اوكي برجع بعيد اسمع شوي بالنسبه للاوكسيديشن نمبر اذا كان فيرست رول اوكسيديشن نمبر لاتوم بالفري ستيت ايكوال زيرو ان اي موليكيول form of identical atoms equal zero مثل شو بالO2 Cl2 Br2 etc. كيف free state مثلا F إلى واحدة Na إلى واحدة Cu إلى واحدة أهي ماشي الحال مثل شو كمان مثلا اللي اخذناها 2H plus plus Fe gives Fe 2 plus plus H2 هون قد ايه الاوكسيديشن نمبر اوف H هون مين بيقول لي اياها plus 1 plus 1 هون قد ايه زيرو عافيك هاي plus plus 2 هاي قد ايه زيرو زيرو فاذا هاي دي اوكسيديشن نمبر زيرو ماشي الحال ماشي ماشي ايه عم تكتبوا شيء ولا بلا عم نكتب طيب اذا كان عندي بحاله المونو اتوميك ايون بالمونو اتوميك ايون مونو اتوميك ايونز مثل Cu2 plus Ca2 plus Al3 plus Cl minus N3 minus O2 minus الاكسيديشن نمبر للاتوم equal charge يعني قد ايه الاوكسيديشن نمبر للCO2 بلس؟ بلس 2 بلس 2 ايه وكمان بلس 2 بعدين بلس 3 هي بلس 3 هاي اللي ماينس 1 ماينس 3 ماينس 2 ماشي الحال؟ هيدا بحالة المونو اتوميك ايون بحالة البولي اتوميك ايون بناخذها بالكيس 8 ماشي الحال؟ اتفقنا عيني؟ طيب في محي؟ في محة؟ اه استاذ اه استاذ طيب نجي هلا للهيدروجين هو خطوه بالبريفي انتم الهيدروجين all compounds forming hydrogen oxidation number H equal plus one ولكن with metal with يعني with metal plus H بيطلع عندي oxidation number H equal minus 1 هلا ناخذها ليه مثلا H2O hydrogen plus non-metal H2O NH3 CH4 PH3 عندك NaOH يعني استاذ بس تكون مع نون متل بنحط بلس 1 وبس تكون مع متل بنحط ماينس 1 ايه ما هلا ناخذ الحاله هذه شو ما كانت هون اوكي ALOH3
الاونن ميتال. لاحظ هاي نون ميتال، الان نون ميتال، سي نون ميتال، البي شنو هو؟ نون ميتالز. هاي دي مع نون ميتال كمان، هاي نون ميتال والاو نون ميتال، الاو نون ميتال هون اوكسيديشن نمبر اتش ايكوال دي بلس 1. لو مع ميتال هاي بس في حد نون ميتال، ماشي الحال؟ كيف الحاله هاي؟ هون لو افترضنا ان اي اتش سي اي اتش 2 اي ال اتش 3، هون only شو ان اي سي اي اي ال هو ميتالز، فاذا هون عندي كومباوند فورمد اونلي اوف ان اي اند اتش بس. هون شوفوا شو عندي، ان اي او اتش في عندي او بيناتهم، فاذا هاي شو بيكون هون بهالحاله؟ شو بيكون بهالحاله؟ هون بهاي والاتش هون والاتش هون اوكسيديشن نمبر اتش ايكوال ماينس 1. فهمنا حبيبتي؟ فهمنا عيني؟ شو في فرق بين هاي وهاي؟ هاي اونلي صوديوم يعني ميتال اند هيدروجين، ميتال اند هيدروجين. هون في عندي ميتال وهذا في نون ميتال بينهم، ما عندي إلمنت ثالث، ماشي الحال؟ فهمنا؟ طيب اللي عنده سؤال يسأل. في محي ولا عم تكلمي؟ بس دقيقة أستاذ. على مهلك حبيبتي، على مهلك. أوكي أنا خلص. طيب نجي للأكسجين هلا. للأكسجين، أكسجين in all the oxygenated compounds oxidation number O equal minus 2. بس عندي هاي لازم نعرفها exception، هي محفظة بال H2O2، هيدا مية الأكسجين مستعملوها بالبيت، هيدروجين بيروكسيد oxidation number O equal minus 1، هيدي حالة خاصة فيش غيرها. فهمنا؟ فهمنا؟ والبقايا البقايا مثلا بال H2O KOH CO2 SO3 H2CO3 etc etc etc، وين ما كانت شو عند الأكسديشن نمبر؟ هون minus 2 وهاي وهاي والاو والاو اوكسيديشن نمبر او ايكوال ده ماينس 2. عندي هيدي اكسبشن لازم نعرفها فيش غيرها. مين عنده اي سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ هو بالبريفيه قطعوا عنكم. هي محيا سمح وسطه؟
ايه استاذ. طيب نجي للرول اللي بعده. بالكولوم 1 و 2 الاوكسيديشن نمبر معروف في كولوم 1 4 و 5 مثلا ال ان اي بلس ال اي بلس كي بلس هم معروفين ام جي 2 بلس سي اي 2 بلس بالكولوم اللي عندي اياها كولوم 1 مثلا ال اي بلس كي بلس ان اي بلس oxidation number للقيمه equal plus 1 بالكولوم 2 اخذناه نحن شو هو mg 2 plus ca 2 plus ba 2 plus oxidation number equal plus 2 هو ما بيتغيروش صعب صعب شيء ما مش صعبين هون بدنا نجي هلا ناخذ بدنا ناخذ الكيس 8 قبل ال 7 من مثل بعض لاحظوا كيف شو بيقول لي كيس 8 the sum of the oxidation numbers of the atoms in a molecule is equal to the charge on the molecule that is zero or it's equal to the charge of the ion مثل هاي شو هي هاي The molecule is electrically neutral. يعني its charge equals zero. لاحظوا كيف إذا عندي H Cl مش هادي plus 1 وminus 1 شو بيساوي charge total charge شو بيساوي equal 0 مظبوط ولا لا Cao plus 2 2 plus 2 minus قديه total charge 0 هلأ الرول اللي عندي اياها the sum of the oxidation number of all atoms forming the molecule equals zero مثلا ليش إذا جينا هلا لك NH3 هاي زيرو شو بقول؟ Oxidation number M plus شو عندي هون؟ 3 Oxidation number H equals zero أنا الآن ما مرقت معي عندي ولا برول الآن بنعتبرها X plus 3 الH قطعت عندي يا plus 1 equal 0 شو صار بيساوي x plus 3 equal 0 oxidation number m equal minus 3 بالرومان اتفقنا يا جماعة اتفقنا استاذ شايفوا اللي ما قطعت عندي بعتبرها x في عندي غيرها مثلا خلينا ناخذ غيرها H2SO4 هاي زيرو شو عندي هون 2 oxidation number H ليش 2 لأن المولكول contains 2H plus oxidation number S plus 4 oxidation number O equals 0 عرفنا ليش 2 into H plus 1 الاس ما قطعت عندي بالمرة هاي X plus 4
into minus 2 equals 0. Plus 2 plus x minus 8 equals 0. X minus 6 equals 0. X equals plus 6. Oxidation number S equals to plus 6. شو يا جماعة صعبة؟ صعبة؟ لا أستاذ واضحين 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 منيح؟ عم تكتبوا؟ حدا عم يكتب يا سامع عم تكتبي؟ أستاذ أنا أخذت صورة وإذا حدا بده ببعث له هن. أوكي رح أبعتها أنا رح أبعتها أنا مسجل. طيب خدي هاي. احيانا الاوكسيديشن نمبر بيطلع زيرو، مثلا بالسي 6 H12O6 هاي شو عندي اياها؟ زيرو. شو عندي هون؟ 6 اوكسيديشن نمبر C بلس 12 اوكسيديشن نمبر H بلس 6 اوكسيديشن نمبر O ايكوال قد ايه؟ زيرو. الـ H بنعرفها plus 1 والـ O بنعرفها minus 2، هاي شو صارت؟ 6X plus 12 into plus 1 plus 6 into minus 2 equals 0. يعني 6X plus 12 minus 12 equals 0، يعني 6X equals 0، يعني X equals 0. شو معناتها؟ Oxidation number of C equals 0. زيرو. وضحت؟ ايه استاذ واضحين. ممكن يطلع فراكشن مثل المغناطيس، مثل المغناطيس Fe3O4 هاي كلها قد ايه؟ زيرو. 3 اوكسيديشن نمبر Fe بلس 4 اوكسيديشن نمبر O ايكوال زيرو. 3x plus 4 minus 2 equals 0. 3x minus 8 equals 0. 3x equals plus 8. يعني x equals شو؟ plus 8 over denominator نحط عادي بالرقم العادي. ماشي الحال؟ فهمنا؟ طيب. هلا بحالة الايون محي يا مسما؟ محي؟ ايه استاذ. طيب هلا بحاله الايون، مثلا ايون SO4 2 ماينس، 2 ماينس للكل، شو بقول؟ اوكسيديشن نمبر S بلس 4 اوكسيديشن نمبر O ايكوال ماينس 2. هون كنا نحط زيرو، ما فيش عندنا شيء. ماشي الحال؟ يعني X بلس 4 ماينس 2 ايكوال ماينس 2. X minus 8 equal minus 2 بيطلع X equal D plus 6. Oxidation number S equal plus 6. مثلا بال NH4 plus oxidation number N plus 4 oxidation number H equal plus 1. يعني X plus 4 into plus 1 equal plus 1. X plus 4 equal plus 1. X equal minus 3. Oxidation number N equal minus 3. شو صابي؟ صابي شي؟ لا لا. طيب خلينا ناخذ هلا اخر رول، رول نمبر 7. الهالوجين اللي هن اف سي ال بي ار واي، لما بيكونوا مع ميتال لوحدهم بيكونوا ماينس 1، بس يكون في اكسجين بصيروا بلس. ماشي الحال؟ لاحظوا هاي ما فيها اكسجين، اتش سي ال ما فيها اكسجين، زياده دم بي ار 2 ما فيها اكسجين. ماينس ماينس 1 ماينس 1
ولكن هون في اكسجين، في اكسجين، في اكسجين بصيروا بلس. لاحظ لاحظ، اذا كان عندي اتش سي ال اتش بي ار وكي اي وكي اي، شو عندي انا هون كمان ان اتش 4 سي ال، هاي ما فيهم اكسجين هون، هاي ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1، هيدي لانه بلس 1 مش كلها نيوترال بتصير زيرو، مش بلس 1 بتكون كلها زيرو، مزبوط ولا لا؟ بط هودي بسميهم ليكو سي ال بي ار اي، هو هن هالوجنز الكولوم 17 كولوم 17 ماشي الحال، ولكن بوجود الاكسجين ان اي او سي ال هاي زيرو اوكسيديشن نمبر ان اي بلس اوكسيديشن نمبر او بلس اوكسيديشن نمبر سي ال ايكوال زيرو، ان اي نحن بنعتبرها بلس 1 الاو ماينس 2 بلس اكس ايكوال زيرو، ماينس 1 بلس اكس ايكوال زيرو، اكس ايكوال بلس 1 ماشي الحال. فاذا الاوكسيديشن نمبر لاي هالوجين بيكون ذا بريزنس اوف اوكسجين شو بتساوي صارت بوزيتيف. خلينا ناخذ الامثله اللي معطيكم اياها، معطينا هاي كي بي ار او 2 ان اي او 3 لا كي بي ار او 2 K B R O 2 هاي كلها زيرو. Oxidation number K Oxidation number B R 2 Oxidation number O equal zero. K plus 1 plus X plus 2 into minus 2 equal zero. عندي X minus 3 equal zero. Managed minus 3 plus 1 minus 4 x equal plus 3.